حمزة، what are you cooking؟ اليوم راح نعمل بامية على الأصول على دين كيفكم. Oh, the oil is ready. بامية خطيرة جاي عبالكم تاكلوا بامية. مش موسمها، هي موسمها في الصيف، ولكن جاي عبال الواحد ياكل بامية مش نلاقيها، فبروح بشتريها ايش مجمدة، فبتكون ايش اشي على دين كيفكم، اشي اخضر اموره تمام. البامية المزبوطة اليوم انا راح اعمل البامية المزبوطة الصح اللي ما فيش فيها تخبيص، الاقتصادية خلينا نقول. بصلة عبو السريع، لسه بدنا نقعد نشرة. شايفين البصلة؟ شايفين نقلب فيها؟ نقلب البامية على البصلة، واحنا بنقلب في البصلة مع البامية بنحط عليها زيت زيتون. رهيب. حط لنا شوية بقدونس على عين جرادة خضرة، شوية عشان ما تكسرش الطعم، اشي خفيف يعني. وللي بيحبوها بلحمة اقولكم شو تسووا، للي بيحبوها بلحمة طبعا هي ممكن انت تعملها، ممكن نعملها باللحمة الحمراء، بلحمة الخروف هي يعني ولا يعلى عليها، ولكن انا عندي هنا فخده عملتها امبارح على شوربه، فراح شو اسوي؟ هاخذ شويه هعملها على الفخده، هقطع الفخده واظبطها هيك واخليها شرايح، الفخده هنسخها واحطها على صحن الباميه، هاظبطها معاها، اقلبها معاها، اطبخها معها. وطبق ثاني راح اعمله فيجن يعني نباتي، ما فيش عليه لحمه بالمره، ولكن هذه نباتيه يعني لانها خضرة يعني للناس اللي بيحبوها ياكلوها بدون لحمه. تمام، شوية تقليب راح نضيف ايش عشان نخليها تقيلة، هيك تقيلة تقيلة تقيلة. طبعا كلنا بنحب ناكل البامية تكون تقيلة مش خفيفة مية. فشو بنسوي بعد ما سبكناها؟ لقيتها 15 دقيقة تقريبا و 10 دقايق، بنضيف عليها ايش شوية مية. قديش شوية؟ هذه نص لتر على الكيلو، نص لتر بالضبط انا حطيت. شايفين هلا انا عندي هنا الطماطم، عندي هنا حبتين بندوره، حطيت عليهم شويه زيت وتومه وحب هان مطحون، هي المطحون وشويه فلفل اسود. ليش؟ اذا حطيت بزياده فلفل اسود راح يصير لونها اسود للباميه، حصير لونها اسود في بعد ساعتين ثلاثه هيك لما تبرد حصير لونها اسود، فحاول انك او انكم ما تحطوش فلفل اسود بزياده، خفيف اشي خفيف لدع خف، لانه هيك مش هيعطي الطعم اللي احنا بدنا اياه، الهيل هو اللي بيعطي الطعم، الهيل المطحون او الهيل الحب لو حطيتوه حب. هلا انا عندي الطماطم هنا، عندي حبتين وعندي معجون برضه، معجون طماطم برضه راح استعمله. هلا غرقتها انا زيت، الزيت اليوناني يا جماعة هو النخب الأول اللي ولا يعلى عليه، محدش يحكي في الزيت مقابل الزيت اليوناني، محدش يحكي، لدرجة انه إيطاليا نفسها بتستورد الزيت اليوناني وبتعلبه وبتضيف عليه أبصر الشو وبتصدره للعالم على انه زيت إيطالي، ولكن هو زيت يوناني الأصل مش زيت إيطالي. الزيت اليوناني يا جماعة رهيب رهيب رهيب. هلق راح نحط معجون الطماطم، حبتين البندورة مع الخلطة اللي أنا عملتها، لأني سبت البامية تتسبك مع المكونات تقريبا، أنا سبتها قبل ما أحط الصوص 10 دقايق تتسبك، عسبت أسلقها يعني شوية لأنه لازم تنسلق شوية تقريبا 10 أو 5 دقايق. هلق عندي المعجون برضو، نحط لنا كوباية هيك هتطلع هي هيك غامقة كتير لشطك. الريحة بتخوت خوت يا جماعة، مش قادر أنا، آخ يا ماما، خطيرة جدا هذه البامية، أخطر بامية في العالم. عندي هنا فصين تومة، طلعوا كيف ناعم، خليت معادن، لما خليت الصوص ومعجون الطماطم هيك يغلي شوية 5 دقايق راح أحط إيش التومة، كنت بخليها بعد هيك بطفى عليها تقريبا 15 دقيقة خلصنا. حبايبي بزبطش يعني نعمل بامية من غير رز،
الرز عندنا هيو جاهز، شايفين واموره تمام ومية المية. عندي طريقة للرز والله لا غير تعجبكم على الاخر، قطير جدا. ليش تحطوا على الرز؟ حبتين قرنفل او اربع حبات قرنفل على قد انت قديش طابخ، على قديش انتوا طابخين، حط لك حبتين او اربع حبات والله بيعطي طعم بخ وتخوت القرنفل، بس قرنفل فقط. موضوع البامية هذا خطير جدا، اخطر اخطر موضوع بامية في التاريخ والله. شغل انا خطير والله، انا بعرفه خطير جدا شغلي والله. بتتاكل بالمعلقة عنا رز. الرز هذا خطير جدا. كيف انا بعمله؟ اول شيء بحمصه شوية بشوية زيت، زيت زيتون انا بستعمل، بحمصه شوية. بعدين ايش؟ بجهز المية السخنة بحطها عليه على نار هادية جدا، وبحط عليه قرنفل قرنين او ثلاث قرنفلات، انتهى. بس ايش؟ خطير.